مرحبا بكم في مشروع الهيدروجين الأخضر التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، وقود المستقبل للوصول إلى الحياد الكربوني. مشروع الهيدروجين الأخضر أول محطة تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر تعمل بالطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يقع هذا المشروع المبتكر في مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد المكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. يمتد المشروع على مساحة تزيد عن 10,000 متر مربع، ومن ضمن مجالات عمله اختبار وتجريب تقنيات الهيدروجين المستقبلية في البيئة الصحراوية. تنتج المحطة حالياً نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة باستخدام الطاقة الشمسية. يتم تخزين الهيدروجين واستخدامه لأغراض التنقل أو التطبيقات الأخرى من خلال محطة تعبئة الهيدروجين، ويتم تحويل فائض الهيدروجين إلى كهرباء خلال الليل. يعزز مشروع الهيدروجين الأخضر ريادة هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة المستدامة. مشروع الهيدروجين الأخضر نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة.